عمرهم واجدين الاولاد. 2-0 فريق لورونج هو الفائز. السلام عليكم خاوتي، صباح الخير، نهاركم زين ان شاء الله، ان شاء الله كم راكم بخير صحه جيده انا والله صافا الحمد لله. شكرا خاوتي على الدعم المتواصل تاعكم، ربي يحفظكم ربي يعطيكم ماتش منو. خاوتي اليوم عندنا فيديو مليح، عندنا تحدي بين لاعبين انصار هواري بومتين، خدينا مجموعه راح نديروا لي بيناتي ان شاء الله. الفيديو هذا ينال اعجابكم، واش نقول لكم خاوتي اللي جديد معنا في القناه، نقول لك مرحبا بك في قناتك، من فضلك ما تنساش الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس لتصلك كل جديد. درك نشوفوا الاولاد راهم واجدين ولا ما راكم واجدين للتحدي اليوم؟ واجدين. راهم واجدين الاولاد، درك نقدموا الفريقين، الفريق الاول الفريق الثاني. هذا المجموعه 1 2 3 4 5، الفريق الاول لابس الازرق حارس مرمى، هذو الفريق الثاني. درك نبداو بالفريق الاول، يمد لنا الاسم واللقب تاعو القائد تاعهم الاول. هذا هيا تفضل. بخشي ما فادي بالله محمد رمزي، عامر اكرم، البياض انيس، خالد فالوتي يوسف. هذا الفريق الاول. درك الحارس مرمى وسميتك؟ بارك فالوتي محمد يعقوب. الفريق الثاني القائد تاعهم عاود شلبي ايوب، يونس عيمات، بوسي الفارس عبد الرحمن، يونس حسين، قرهي اسلام. قدمنا الفريقين، رانا واجدين الاولاد. هيا نبدا على بركه الله. هيا الاولاد دركيا اللي سدد الاول، تسديده الاولى تقدم فريق كي نصفر تيريا. ليها هيا هيا مجموعة الثانية. هيا اش بيت اش بيت في الارض، ان زيرو اش بيت ان زيرو الاخرين. هيا 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 دو زيرو. دو زيرو هاي هاي دو زيرو دو زيرو دو زيرو. اش بيت اش بيت اش بيت دو زيرو هاي قدمها تشم تشم تشم. دو ان زوز واحد هاي دو ان وزنا دو ان. دو 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 افضل افضل تشير الاخر تشير وتشير. تروا دو ثلاثة زوز توما زوز، هادو ثلاثة اللي منا كنت ماركي تعادل فهمني. ثلاثة ثلاثة دركا بعد التعادل درنا قد خرجنا درنا ثلاثة ثلاثة تيراو خمسة خمسة سديدات ثلاثة ثلاثة. دركا واش نديرو نخيرو غير زوز لاعبين زوز لاعبين اللي يسدو الفريق الأول الفريق الثاني، لكن فضينا تعادل
فضلت شي حد يجي عهده شي همني هيا وش دوره كمي نشيت 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 تركز زيرو زيرو هاي وي بيت ان زيرو لورونج لي غالب ان زيرو هاي 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 التسديده الاخيره فريق لورونج هو اللي فايز بالتحدي هذا ترميه ماركاو هدف والاخرين ضيعوا زوز فريق لورونج هو الفائز فريق لورونج هو اللي فائز الحمد لله فات تحدي رائع فاز الفريق لورونج هما الفائزين لكن مدوا الكلمة الفريق الفائز مع الفريق المنهزم لكن مدوا كلمة الفريق الفائز تفضل تحدي مليح تحدي جميل والحمد لله اننا ربحنا مبروك عليكم شيخ تحدي جميل الحمد لله ان ربحنا والمره الجايه يربحونا ان شاء الله يا ربي الله. روح رياضيه عنده تفضل بالله الحمد لله قائد الفريق هذا هو قائد الفريق الشيخ انا هو قائد الفريق حارس المرمى وش رايك في التحدي الحمد لله ربي التحدي كان مليح ان شاء الله نحكم ان شاء الله يا ربي تفضل السلام عليكم السلام عليكم اليوم درنا تحدي مليح مع الشيخ رضا كان تحدي مليح وتعبنا بالروح الرياضيه ان شاء الله الماتش الجاي تشرب شكرا على مجهوديتك وجد تحدي مليح وان شاء الله المره الجايه نغلب كان تحدي مليح وان شاء الله المره الجايه نغلب عجبني السلام عليكم نشكر الشيخ رضا ان شاء الله المره الجايه تفوزوا وش نقول لهم دركات ان شاء الله في راحكم ولتقانا في فيديو خلاف السلام عليكم